وصلنا لهنا نركبنا الجيب تاعنا كما راكم تشوفوا الان. نروح نركبوا لا دوبلور تاعك فاش متاع الجيب هذا، راح ناخذ القطعه هذه اللي راهي 25 سنتيم على 20 سنتيم كما راكم تشوفوا، نقسموها على زوج، نعلموها كما هكا على زوج، من بعد نوضعوها على الجيب كما راكم تشوفوا هكا. نحطوها كما تشوفوا هكا، ناخذوها بجنب، نوضعوا الماشين انا بجنب الخياطه هذه هنا، نعاودوا نركبوها. هنا من الخياطة للخياطة نركبوا هاد الدبيرتنا، من بعد نشقوا شقة لهنا بجنب الخياطة، وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا، من بعد نقصوا هاد الزايد هذا تاع الجيب هذا راكم تشوفوا فيه، نقصوا هنا قصيناه كيما هكذا. شنو نديرو هنا؟ نديو هنا نكفوا هاد نعاودو نكفو هاذي من هنا، هاذي هنا، ثاني خياطة من هنا، جنب من هنا. هنا واش راه ندير هنا؟ راح نهزو الحزام هنا اللي راكم تشوفو فيه هنا، نهزو البيضة بعد ما نقصو هكا، هما البيضة نكوفريو بيه البيضة هكا نكوفريو بيه نجيب تاعنا كوفري بيه تورتور كوفر تاع الجيب هذا، هنا رانا كوفرينا الجيب تاعنا بالقي هذا خلصنا. يعني الحقيبة دائما فيها المنعرجات بزاف راهي شوية صعبة جدا، شوية الإنسان لازم يصبرها. هنا رانا كوفرينا الجيب تاعنا بهاد الطريقة هادي، الطريقة هادي هنا شنو راح نديرو؟ هنا راح نحطو هاد لا دوبلور هادي، نحطوها معنا لا دوبلور هادي نحطوها كيما هكا ونغلقوها هنا في فصل الفم، نغلقوها هنا فوق، نغلقوها فوق ومن بعد نحشو الزايد هذا في فصل المقص المسنن هذا زيكزاك هذا، تجي الحقيبة تاعنا جميلة
الى شدوا شريط الى رانا خلصنا الحقيبه تاعنا كوفرينا الجيب تاعنا كما راكم تشوفوا. الحقيبة انا راه انتهت الطريق هذه هذه الحقيبة اللي راكم تشوفوا في لما ثبت لما عاودنا كوفريناها عاودنا درنا لها البي راهي مد الجمال تاعها راكم تشوفوا القاعدة تاعها كيفاش هاي الحقيبة راهي انتهت راكم تشوفوا هنا رايحين هنا نقلبوا الحقيبة تاعنا كما راكم تشوفوا هكا ورايحين نروحوا الجهة الخلفية تاعها بعد ما ركبنا لها لاكوم ولا دو اوبلور ركبنا لها هذا العلاقة هذا راح نركبوا لها هذا راح نركبوا لها بالكروشي هادو الكروشي هادو من الجنب هلا وحدة عن اليمين وحدة عن اليسار دائما تشوف المسافة تكون قد بعضها هنا رانا ركبنا الكروشي تاعنا هنا لما ركبنا راح نخدموا الحزام الحزام الاول الحزام الثاني اللي 85 على 4.5 هنا الحزام خياطة واحدة في الوسط برك خلصنا الحزام تاع انا كما تشوفوا هنا دائما الحزام دائما الحزام مركب ولا ريكلاب هو الاول دائما ريكلاب هو الاول في الحزام تركبوا كيما قبل تعاودوا تطبقوا سنتيم ونص تعاودوا تخيطوا كيما لما خلصنا الحزام تاعنا واش راح نديروا رايحين نعاودو ندخلو في الكروشي لهنا هكا هكا نعاودو ندخلو في لاريكلاب لهنا كيما راكم تشوفو هكا نعاودو ندخلو مرة ثانية هكا هذا هو العلاق معنا من بعد نحطوه بجنب فاسمي بجنب هاد العلاق نخيطو هكا هنا رانا خلصنا عندنا الحزام الثاني رانا وجدناه من قبل كما راكم تشوفوا هنا نعاودو نركبوه كذلك في الكروشي الكروشي تاعو هكذا يعني نهيئوها من قبل من بعد الساعة ناخذ حنا لما ركبنا الحزام الاول راح نزيدو نركبو الحزام الثاني كما راكم تشوفوا هنا ركبنا الحزام تاعنا ركبنا الحزام الاول والحزام الثاني بهذه الطريقه هذه بهذه الطريقه هذه هذا هي الاحزمه اللي موجوده في الخلفيه تاع الكفاس نتاع الصف هنا درك هنا راح نركبوا الجهه الخلفيه نتاع الكفاس نتاع الساكوشه الساكوشه بهذه الطريقه هذه هنا راح ناخذ المسافه تاع الكفاس نتاع لما ثبتناها المرة الأولى المسافة تاع توتر عندنا 33 34.5 68 69 هنا عندنا 69.5 69.5 في فلاسمو التور تاع فلاسمو في المحيط تاع فلاسمو 69.5 69.5 المحيط نتاع تاع الخلفية تاع الساكوشة هنا راه نتبتو النصف نتاع الساكوشة هادي كيما راكم تشوفو هنا نعاودو نتبتو الجهة الفوقانية تاع السحاب كيما راكم تشوفو راهي موجودة على هنا هنا راه نكيدو هنا نلقاو المسافة اللي رانا لقيناها في الساكوشة
في الجهه الخلفيه او ما لقاوهاش. منين 69 66 66 لا ما لينا 68 دونك لا انا راهي ديك الو ناخذ الاحزمه ندكوها كامل الداخل هكا كما راكم تشوفوا نحطوا العلامه مع العلامه هذه هكا من بعد ناخذ هكا وكاننا نخيطوا نروح الجنب تاع الساكوشا نروح الجنب تاع الساكوشا باش نجملو الساكوشا تاعنا هنا نفس السعر تاعنا نخرجوا الأحزمة تاعنا كما راكم تشوفوا هنا شوفوا مع العلامة هذه هي العلامة راهي واصلة راهي واصلة مليح في حال على هذا ونغلقوا نغلقوا الجهة تاعنا هاي العلامة العلامة راهي موجودة عند العلامة هنا رانا تشوفوا مع الساكوشا راهي مليء بها الساكوشا شو راه الساكو ضرب صعيب جدا صعب جدا هنا غلقنا الساكو تاعنا غلقنا الساكو تاعنا هنا كل الرياحية ما لقيناش اشكال بربي شعرها هنا غلقنا الساكو تاعنا راكم تشوفوا الساكو كيما غلقناه هكذا بون انا راه نديرو البيضة باش نفينيو الساكو دخل الكدور هنا في نيفي اللي يخسر الكدور هنا في نيفي وهو شريطها لا على حفظ باش نخدم جميع الشوائب الموجودة في الأوضة هنا هنا مغلقنا هنا في نيفي الساكو دي تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا راه نقلب الساكو شو تاعنا الساكو دي تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا الساكو دي تاعنا راه مخلص تاعها كما تشوفوا هنا الساكو تاعنا راهو انتهى هنا تشوفوا الساكو تاعنا راهو واجد خالص تجي في المليون عندنا العلاقات عندنا كل شيء راه جاهز ان شاء الله تعالى هنا راح نبينو في هذا الابيض هذا ما ناخذ القطعه هذه اللي راهي 25
انا 20 25 سنتيم انا 20 ناخذوا القطعه هذه نقسموها على زوج باش نركبوا خلفيه تاع كفاس نتاع نجيب هذا نحطوا هنا البان تاعنا كيما راه الوسط مع الوسط نمشي مع شويه نبداو من الخياطه الخياطه اللي راكم تشوفوا فيها خياطة وخياطة من جنب الساكوشة لجنب الساكوشة ومن بعد نقصو هنا نقصو هنا هنا نديرو ديكرو هنا نعاود نحشو هاد الزايد هذا اللي راكم تشوفو فيه قصينا الزايد هذا قصينا هنا قصينا عندنا نديرو نقصو هادي شوية هكا هنا واش راح ندير هنا راهين نديرو حاشيه لهنا هنا هنا نزيدو حاشيه هنا هنا لما درنا الحاشية هادي غادي سدينا جي سعنا واش غادي راح نغلفو راح نغلفو راح نغلفو بفاس مبي رايحين نغلفو هنا نبداو من هنا نمشي نلفو الواجهة بالبي هذا هنا صاي فيني الجي تاعنا هنا راح نحطو القطعة تاع الدبور هنا فوق لا دبور هنا نحطو هنا فوق ومن بعد نغلقوها هنا ومن بعد نقصو الزايد هنا هنا رانا خلصنا كلشي الواجهة تاعنا صاي رانا شكلنا الساكوشة تاعنا صاي فينا هذا هنا نركبو غير الخلفية تاع الساكوشة وسيبها نجيب هنا هنا راهي نقسمو الساكوشة تاعنا لزوج نعلموها لهنا نديرو لها علامة هاي عندنا العلامة موجودة لهنا نزيدو علامة الفوق هكذا هاي العلامة الدوزيام راهي موجودة معنى ذلك الساكوشة راهي جوست نحكمو نجيبو الواعل الخلفية تاع الساكوشة هذي
الخلفيه تاع الساكوشان هذه بعد ما سويناها وسوينا لها الاحزمه تاعها والعلاق تاعها نشوفوا حطوا الاحزمه هذه كامل حطوها الداخل نحطوا العلامه تحت مع العلامه نمشي كان انا قاعد نخيطو باش نروح بجنب الساكوشة دائما نغلق الساكوشة انا من جنب نبدا من جنب هذه طريقتي الخاصة انا هنا رانا بدينا من جنب تاع الساكوشة ونجيو معاها نغلق الساكوشة تاعنا نحطو العلامة عند العلامة نمشيو معاها واحدة اخرى نعاودو نرجعو هنا رانا قاعدين نغلقو الساكوشة تاعنا هنا نشوفو نفيريفيو راهو الساكودو راهو الحزام جوست مع الخلفية هنا رانا خلصنا الساكودو تاعنا كما راكم تشوفوا هنا راح نركبوا الحزام هذا هو البي باش نخفيو جميع شرائح الوجوه تاع الساكودو رانا غلقنا الساكودو تاعنا هنا رانا في الساكودو تاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلوا لنا الجرس وشاركوا في الدورات التعليمية لزيد الخير إن شاء الله يصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.